أهلا وسهلا ومرحبا بكم أصدقائي ومتتبعينا الكرام في فيديو جديد. أتمنى أن تكونوا بخير وعلى خير. وأخباري أصدقائي، سأبدأها بخليل إبراهيم جيهان، حيث حضر البارحة حدثا جديدا وكان برفقة مدير أعماله، حيث تم تنظيم الحدث من قبل مجلة إسكوير تركيا. وظهر كعادته أنيق ومميز، وشهد هذا الحدث حضور عدد كبير من الشخصيات البارزة على وسائل التواصل الاجتماعي، ولفت خليل الأنظار بجماله. كما أيضا أصدقائي، إيجا مديرة أعمال سيلا يعني السابقة كانت حاضرة أيضا في نفس الفعالية، والعديد قالوا أن خليل إبراهيم جيهان يلتصق بمعارف سيلا وأنه يتعمد أن يظهر مع معارفها. وأريد أن أقول أنه يعني أمر عادي جدا أن يلتقي خليل إبراهيم جيهان بمعارف سيلا ترك أولو في مثل هذا الحدث، لأنه كما قلت وموجود في حدث مهم ويعرف حضور أبرز الشخصيات المختلفة، يعني لا يوجد شيء يثير الانتباه نهائيا. كما أيضا أصدقائي، وحسب تدوينات الصحفية بيرسين، فإن الممثل سيركان الذي يجسد شخصية أموت في مسلسل شراب التوت البري سينفصل عن المسلسل لأن قصته في السلسلة انتهت. كما أيضا أصدقائي، اليوم عرف مسلسل شراب التوت البري انخفاض بسيط يعني في فئتي اي بي و اي بي سي 1، وارتفع في فئة التوتال، حيث في فئة التوتال حصل على 8.11، وفي فئة اي بي حصل على 10.26، وفي فئة اي بي سي 1 حصل على 10.23. يعني كالعادة هو الملك الوحيد هو في القمة، حيث قناة المسلسل نزلت ستوري تشكر الجمهور على متابعة المسلسل. وبعض الفانز أصدقائي لم تعجبهم التصنيفات عفوا، رغم أن المسلسل متصدر الصدارة، لأنهم قالوا أن البطولة أصبحت من نصيب نيلاي وجركام وأصبح المسلسل مخصص لهم. إذا من الطبيعي أن يكون هناك انخفاض في التقييمات، وإذا أصروا على وضع فوضى من طرف ابنة الكاتبة ووضعوها في المقدمة سيسير على هذا النحو دائما، وهذا هو المنطق. كما أيضا أصدقائي، يعني فإذا نزلت تقييمات المسلسل على حسابها الخاص انستغرام وعلقت قائلة شكرا لكم جميعا، على أساس أصدقائي هي من ترفع بالتقييمات وبمشاهدها السخيفة. أكيد لولا سيلا وإفريم وعمر، وبالخصوص أصدقائي فان سيلا، لما عرف هذا المسلسل كل هذا النجاح. لو كانت موجودة يعني فايزة ولم تكن سيلا موجودة في المسلسل، أكيد كان سيكون فرق كبير في نتائج التقييمات. كما أيضا أصدقائي، الصحفي دينيس تورال انتقد مشهد دوغا عندما جاءت على أساس أن تفحص مريض وتفاجأت بأنه جيراي عامل لها مفاجأة، وهنا دوغا لم يعجبها الأمر لأنها شعرت بأثار الماضي من هذه المفاجأة، يعني تذكرت فاتح لأنه نفس الشيء حدث لها معه. المهم أصدقائي، الصحفي دينيس علق قائلا، هل كان هذا المشهد ضروريا حقا؟ إذا عادت دوغا إلى طب الأسنان مرة أخرى فلا توجد مشكلة، ولكن إذ كان الأمر يتعلق بتقديم مشهد للتذكير بفاتح فقط فإن الغرض غير ضروري على الإطلاق. رغم أنني أصدقائي أرى أن هذا المشهد بصراحة منطقي تماما، لأنها كانت من قبل تحبه ومروا بأشياء كثيرة معا، يعني ليس من الطبيعي أن تنسى بهذه السرعة، لأنه ليس بسهولة محو مشاعرها في يوم واحد. حتى لو أصبحت تحب جيري لن تنسى بسرعة يعني. كما أيضا الصحفي أصدقائي دينيز نزل تدوين لأنه كل هذا يشاهد في كل يوم اللمعة مسلسل شراب التوت البري ويعلق على المشاهد. المهم علق على مشهد عمر وكيف الجيم عندما كانوا يتحدثون مع بعضهم البعض وقال لا تأخذوا سونماز في رحلة بحرية بسبب ما، أعتقد أن هذه الرحلة لن تكون مفيدة لها في النهاية، لا فائدة من الرحيل وعدم العودة. كأنه أصدقائي يلمح أن سونماز سيحصل لها مكروه في نهاية المسلسل، رغم لأنها في الأيام السابقة قالت أنها لن تنفصل عن المسلسل، وهو الآن كأنه يؤكد ما قالته بيرسين. كما أيضا أصدقائي، فازت بجائزة أفضل ممثلة في حفل توزيع جوائز كريستال مرمرة الممثلة موجدي أوزمان، وفاز مسلسل شراب التوت البري بأفضل مسلسل تلفزيوني، وموجدي أوزمان استلمت جائزتها وجائزة المسلسل، يعني نيابة عن الفريق بأكمله، مبروك لهم. وفي الأخير أصدقائي، أريد أن أقول لكم أن خليل إبراهيم جيهان فاز بتصويت الممثل التركي الأكثر جاذبية لسنة 2024 الذي نظمته صفحة جوائز فان تشويس كاريزمان،
وفاز ب4,139,888 صوت. هنيئا له وهنيئا أصدقائي للفريق، يعني فريق شراب التوت البري وخاصة لسيلة ترك أغلو. وإلى هنا أقول لكم مع السلامة، وموعدنا إن شاء الله دائما يتجدد في فيديو جديد.